الجزيريه، ملي نشفاو حنا في الليبوطات، وملي كنا صغار وحنا في الليبوطات في الماء هذا في صوالح بزاف. هاد الطريق تشوف اللي يجي لهنايا عندنا مشكل تاع الطريق، كان عندنا مشكل تاع الماء خدموه ومن بعد عاود خدموه بهذاك الترنيت، ولا فيه مشكل فيه امراض، هاو جا مرض واحد من هذا الماء هذا. انا خايفين من ولادنا وخايفين، والطريق هذا رئيسي يسمى راك تشوف رانا بالليبوطات كيما يقول، يعني المشكل الرئيسي هو الطريق. ماشي بعد حنا بزاف من لافيل، هاد 500 متر هكذاك، اسمها المشكل هذا من بكري. تشوف الحفاري كي طيح الشتاء الغرقة، الدراري تاوعنا كي يروحوا يقراوا تسمى يروحوا في حالة من الصيف، وفي الصيف كعارف الغبار ماذا بينا تنقل حالة شوية. الغرسة من المدرسة بوعقاب راهي معمرة غرسة، دوك تشوفوها طريق ما كاش، مازالوا يلبسوا لي بوطات، هم يتفكروا لي بوطات تاع 79، رانا في 2018 مازالوا لي بوطات. نقل مدرسي للدراري راهي عندنا كارثة، احنا دراري هنا يروحوا ليكول، نقل مدرسي ماذا بينا ان شاء الله بربي يكون، هم ولادنا يروحوا الصباح عشان كان الكلاب نخافوا عليهم بزاف كاع، يروحوا في الظلمة. يا سيما الدراري كي يروحوا يقراوا من ثم كيروحوا لي بوطات، هنا غير يبدا الشتاء يبدا لي بوط، يعني هذا هو، يعني ما عندنا مشكل هذا، وهذا الطريق هذه يسمى راهي مشكل كبير، يعني باه تكري طاكسي تجيبو لهنا ما يجيش، على جهة الطريق ما يجيش، ها المشكلة، اللي عنده سيارة عام عامين يروح يعبد لها لا سيسبونسيون هذه، يسمى خسائر كبيرة. عندنا مشكلة تاع الماء، فيه تراب، وما تجيش حمل واحد قبضوا الكلاوي على جال الماء هذا، وخدمونا لانين جديدة وحدة أخرى، وعندهم بروبليم قال لك كان واحد الحوش منا وكان الصنده ما بغاوش يطلقوا لنا الماء، قال لك ما بغاوش يبرونشيو معنا، وهذا مشكل تاع البلديه ماشي مشكل تاعنا. عندنا مشكل اخر تاع ماء، الماء راه الناس راهي مرضى كامل هنا، واحد غير كيما جاي للدنيا حبسوا له الكلاوي في زوج من الماء، رحنا قلنا لهم الماء راه مخدوم بالتيوا تاع الترنيت عنده 30 سنه، قال لك لا ماشي مشكل هذاك، الناس كامل غيرت قنوات المياه، احنا مازلنا في تيوات فيهم رائحه كريهه وما يجي صفر في الصيف ويجي كحل. نديروا لنا القودرو باسكو هنايا عندنا الغرقه، ماكش كيف تمشي تروح تقرا تروح معمره غرقه، كان اللي يروحوا بلي بوطات هذوك الصوالح يبحلى، رانا حابين من عندهم يجيو يديروا لنا القودرو. عندنا رحنا البلديه شحال من خضره وعندنا طلبات بالوثيقه، عندنا طريق شويه مكسره فيها التراب، ورام ولادنا يمشوا بلي بوطات يروحوا يقراوا في بوفاريك في مدينه بوفاريك بلي بوطات. انا واحد من السكان عندي وليدي اللي راه اللي يكول في الطريق طاح في الغرقه، عاود ولا بدل حوايجه في وسط الحي هنايا، وشحال من خطر نروح لهم، انا واحد رحت لي مش مرات وهدرت مع رئيس بلديه، جابوا لنا غير بوكله هكذا مسحوا لنا شويه وراحوا، ماشي تاع اللي ما خدمولناش نقولوا مليح الحاله. راسلنا البلديه، راسلنا الدائره، عده بلديات جازوا لهنا يجوا لهنا يوعدونا بوعد كذبه نكونوا معاهم في اصواتنا، ما حد ما حوس علينا.